حلقة اليوم عن الحركة أو المضي قدما من الشعور بفراغ إلى الشعور بانسجام عبر تحليل السبب الجذري للشعور بالفراغ. أنا غاية البروانية. لبعض الناس الشعور بالفراغ الداخلي قد يكون لبعض الناس الشعور بالفراغ الداخلي قد يكون إشارة لمرض نفسي وعقلي. لمعظمنا هو شعور نتعايش فيه ولا يعني أنه في خلل عاطفي أو ذهني فينا. هو نوع من أنواع الأحاسيس اللي نحسها. وعلشان نقدر إننا نتخطى الشعور بالفراغ ونبدأ نشعر بانسجام، يجب أن ندخل ونحلل السبب الجذري لهذا الشعور بالفراغ. سطحياً الشعور بالفراغ قد يكون سببه إنه ما عندي زوج أو ما عندي أحد في حياتي أو ما عندي الإمكانية اللي تساعدني في الصرف أو ما عندي النجاح الكافي أو زوجي لا يحبني أو ما عندي أصدقاء أو يمكن والله أنا ملانة من زوجي وما فيني بارة حالة أو يمكن الوظيفة اللي أنا فيها ما تناسبني. بس مع عملي مع العملاء وجدت أنه السبب الجذري أعمق من كذا، وعادة تقلص إلى ثلاث أسباب أساسية، ألا وهي الأولى أننا غير متصلين بروحنا. فالشخص الغير متصل بروحه قد يكون بدأ هذا الشيء أو عزز هذا الشعور سبب مثل مأساة أو المادية الزايدة أو الحياة حياة الأنا، العيش بالأنا الأنانية. ولما الواحد يحس نفسه منقطع أو منفصل من روحه فيحس إنه في شيء ناقص في حياته، إيش اللي يسوي؟ دائماً يحاول إنه يبحث عن السعادة والسعادة الخادعة ويبدأ يبحث عنها خارج نفسه، فيبدأ يكون مهووس بالمال، الشهرة، الجمال أو العلاقة المثالية. ما إن أرجع وأقول ما معناها إن المال والشهرة والجمال والعلاقة المثالية ليست جيدة، لكن لما تكون هي هذه الوسيلة اللي أبحث فيها عن نفسي أو عن روحي فمعناها إنها الشيء الغلط اللي أبحث عنه. إذا هي كانت انعكاس لروح متصلة بنفسي فمعناها هي صحية. وطبعاً لما الواحد يكون حاسس نفسه غير متصل بروحه يبدأ يحس إن ما له الحياة ما لها معنى، ما له هدف، ما له غرض. ولما
لما نبتعد من روحنا ونبطل نسمع لرسالة روحنا، نبدأ نسمع للناس اللي حولنا وللناس اللي يقولوا لنا انه ها ايش اللي احنا مفروض نكونه وايش اللي لازم يكون في حياتنا، ونطنش ونتجاهل شخصيتنا الحقيقية، ونبدأ نحاول اننا نصلح الجرح الداخلي عبر الأشياء اللي تلهينا خارجنا، ونحبس ونسكر نفسنا ونصد نفسنا عن أي شيء ممكن يخلينا نحس بعدم الارتياح، مثل مواجهة أنفسنا. أريد أعزمكم أنكم تشوفوا هذا الشعور بالفراغ كرسالة، رسالة من روحنا. فمع أن هذه الرسالة شوية قوية وشوية متعبة، هي أصلاً نعمة ساعدنا أننا نمضي إلى حياة أفضل. ما بالك إذا أنا already عايش حياتي أو عايشة حياتي بغرض وباتصال مع روحي، وبعدني أحس بهذا الفراغ، وعايش أو عايشة حياتي متصلة بقلبي ورسالتي الحقيقية، ومع ذلك الفراغ بعده موجود. هذا الفراغ قد يكون سببه أنك تصد مشاعرك، سواء صد بوعي أو من غير وعي، لأن العقل ما يعرف يميز ما بين المشاعر السلبية والإيجابية. أول لما نبدأ نصد الغضب والحزن والمشاعر السلبية، تلقائياً عقلنا وقلبنا كمان يصد المشاعر الإيجابية. فإيش اللي يصير؟ أن يجينا إحساس بالفراغ لأنه ما في لذة الأشياء الإيجابية. فكيف تحدد وتحلل السبب الجذري الأساسي لنفسك لهذا الفراغ اللي أنت تشعر فيه؟ ممكن أنك تتواصل وتتحدث مع صديق قريب منك تثق فيه، أو أنك تبدأ في كتابة أو تدوين مذكرة. ولما أقول تدوين مذكرة، ممكن تكون مذكرة صوتية أو كتابية لأفكارك وأحاسيسك، علشان ترجع تراجعها وتعرف الأسباب الجذرية للشعور بالفراغ اللي فيك. الرجاء مراجعة وتحليل، يمكن يكون عندك أعراض الانحباط أو أعراض نفسية، أمراض نفسية. وإذا كانت عندك هذه الأعراض، الرجاء ثم الرجاء الذهاب إلى شخص متخصص لمساعدتك في هذا المجال. شخصياً أنا أفضل التأمل أو الصلاة، علشان تساعدني إني أحلل مشاعري وأفكاري. كل مشاعري، سواء كانت الشعور بالفراغ أو الغضب أو الحزن، علشان أدخل وأعرف الأسباب الجذرية عبرها. أول لما تعرف الأسباب الجذرية للشعور بالفراغ، هذا بيبدأ يساعدك إنك توصل إلى، تبدأ طريقك إلى الشعور بانسجام مع نفسك ومع الحياة اللي حولك.
إن شاء الله تعالى أنا ببدأ تجربة لمدة 30 يوم لمساعدة الناس إنهم يعبروا من الشعور بفراغ إلى الشعور بانسجام ويوصلوا إلى عقلية منسجمة. وهذه التجربة تبدأ في 8 أغسطس 2020 ميلادي. الرجاء الضغط على الرابط اللي موجود في الوصف مع هذا الفيديو علشان تدخل في هذا التحدي أو في هذا في هذه التجربة. وكمان في رابط لحجز جلسة مجانية استشارية معي إذا احتجت إلى ذلك، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى. مع السلامة.